السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي، طاب يومكم، أتمنى أن تكون بخير. حياكم الله من جديد في درس من دروس مقرر الدراسات الاجتماعية برفقة زميلتنا الأستاذة نسرين النصار مترجم لغة الإشارة. بسم الله نبدأ درسنا السابق. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، شخصيته ومواقفه رقم واحد. لدينا واجب، سؤال الواجب يقول: السعي للخير من أبرز الصفات التي تتميز بها شخصية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ما مظاهر ذلك؟ الإجابة طلابي وطالباتي: يدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أعمال الخير، ومظاهر ذلك ما يلي: 1- ساعد على جمع التبرعات لمنكوبي السويس عام 1375 للهجرة. 2- ساعد أسر شهداء الأردن في عام 1387 للهجرة، وساعد الفلسطينيين وأسرهم. كذلك ساعد منكوبي الزلازل في دول العالم ومن ضمنها باكستان ومتضرري السيول في السودان، وساعد المسلمين في البوسنة والهرسك والصومال وبنغلاديش وغيرها بالدعم والإغاثة. إجابة صحيحة. نراجع درسنا السابق طلابي وطالباتي. الثقافة من الصفات التي تتميز بها شخصية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تحدث وتحدثي عنها. أحسنتم. يحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على الثقافة والقراءة، وخصوصا في مجال التاريخ، كما أن مجالسه دائما مشغولة بالنقاش العلمي، ويداوم على القراءة يوميا، ولديه مكتبة غنية بالكتب. إجابة صحيحة، بارك الله فيكم. ما زلنا في الوحدة الخامسة دروس هذه الوحدة طلابي وطالباتي. الدرس 14: نشأة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. الدرس 15: شخصيته ومواقفه. الدرس 16: إنجازاته. ما الهدف من دراسة هذه الوحدة طلابي وطالباتي؟ الوحدة الخامسة: خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. نشأة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وشخصيته. صفات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ومواقفه. أبرز إنجازات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. شخصية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود شخصية مؤثرة وفاعلة، ولها نتائجها العظيمة على إنجازاته ومواقفه. في درسنا السابق تعرفنا على بعض الصفات التي تميزت بها شخصيته، ودرسنا اليوم بإذن الله نكمل بقية هذه الصفات. إذا درسنا لهذا اليوم شخصية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، شخصيته ومواقفه رقم 2. يحوي درسنا المحاور التالية: الفكر التطويري لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، دقة وانضباط خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عناية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتاريخ الوطن. يتوقع من الطالب والطالبة أن يذكر الفكر التطويري لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. يوضح دقة وانضباط خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. يصف عناية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتاريخ الوطن. شخصية خادم الحرمين الشريفين كما ذكرنا الملك سلمان بن عبد العزيز شخصية مؤثرة وفاعلة، ولها نتائجها العظيمة على إنجازاته ومواقفه، فما أبرز سمات شخصيته؟
نكمل اليوم بإذن الله أبرز سمات شخصية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. من أبرز تلك الصفات التي تتميز بها شخصية خادم الحرمين الشريفين فكره التطويري، وذلك عندما شهدت مدينة الرياض تطورا كبيرا عندما كان أميرا لها، حيث كان يحرص على التخطيط واستشارة ذوي الخبرة ويسعى إلى الهدف الواضح ويحرص على المتابعة الدائمة. الفكر التطويري من أبرز الصفات التي تتميز بها شخصية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اشرح واشرحي ذلك. أحسنتم. شهدت مدينة الرياض تطورا كبيرا عندما كان أميرا لها، حيث كان يحرص على التخطيط واستشارة ذوي الخبرة ويسعى إلى الهدف الواضح ويحرص على المتابعة الدائمة. إجابة صحيحة. أيضا من أبرز الصفات التي تتميز بها شخصية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الدقة والانضباط. يعد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في دقته وانضباطه مثلا للجميع وقدوة لهم، فهو يقوم بأعباء مسؤولياته ويزور المرضى في المستشفى ويتواصل مع أسرهم ويحضر المناسبات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية. طلابي وطالباتي، الدقة والانضباط من أبرز الصفات التي تميزت بها شخصية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وضح ووضحي ذلك. أحسنتم. يعد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في دقته وانضباطه مثلا للجميع وقدوة لهم، فهو يقوم بأعباء مسؤولياته ويزور المرضى في المستشفى ويتواصل مع أسرهم ويحضر المناسبات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية. أيضا ومن أبرز الصفات التي تتميز بها شخصية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز العناية بتاريخ الوطن. العناية بتاريخ الوطن. يعتني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل السعود بالتاريخ الوطني. لماذا؟ لأنه ذاكرة الوطن، ومنه يستلهم المواطن الفخر والاعتزاز. طلابي وطالباتي، إذن العناية من أبرز الصفات التي تتميز بها شخصية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله العناية بتاريخ الوطن. يعتني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بالتاريخ الوطني لأنه ذاكرة الوطن، ومنه يستلهم المواطن الفخر والاعتزاز. ومن الأمثلة على ذلك أنه يشجع الدراسات التاريخية الوطنية ويعتني بمؤسساتها ويحرص على العناية بالتراث الوطني. إذن من أمثلة عناية خادم الحرمين الشريفين بتاريخ الوطن، يشجع الدراسات التاريخية الوطنية ويعتني بمؤسساتها ويحرص على العناية بالتاريخ الوطني. هذه صورة لمركز الملك عبد العزيز التاريخي بالرياض. صف وصفي عناية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتاريخ الوطن. ممتاز. يعتني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله بالتاريخ الوطني لأنه ذاكرة الوطن. أحسنتم. ومنه يستلهم المواطن الفخر والاعتزاز. ومن الأمثلة على ذلك أنه يشجع الدراسات التاريخية الوطنية ويعتني بمؤسساتها ويحرص على العناية بالتراث الوطني. الآن طلابي وطالباتي، نستعرض جوانب من
عناية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بالتاريخ أو التراث. عام 1417 رئاسة مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز. 1419 إنشاء مركز الملك عبد العزيز التاريخي بالرياض. 1419 الإشراف على مناسبة مرور 100 عام على تأسيس المملكة العربية السعودية. 1431 تطوير الدرعية التاريخية وتسجيلها باليونسكو وتسجيل عدد من المواقع الوطنية لاحقا. 1438 إنشاء هيئة تطوير بوابة الدرعية والهيئة الملكية لمحافظة العلا. من 1436 حتى 1440 افتتاح حي الطريف وحي البجيري في الدرعية. جميع ما سبق طلابي وطالباتي يدلنا على جوانب من عناية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بالتاريخ والتراث. هذه صورة لحي الطريف بالدرعية. وهنا صورة لقصر المربع بالرياض. وهذا شعار لإدارة الملك عبد العزيز. وهنا مشروع 100 عام على توحيد المملكة العربية السعودية، توحيد وبناء. هنا هيا بنا نتأمل هاتين الصورتين. ماذا نلاحظ؟ تأمل وتأملي معي هاتين الصورتين، الصورة الأولى الصورة الثانية. نعم، الصورة الأولى مدينة الرياض قديما، والصورة الثانية مدينة الرياض حديثا. ننتقل طلابي وطالباتي للكتاب المدرسي للإجابة على نشاط 1 صفحة 102. من المؤسس 120 عفوا صفحة 120. إذا ننتقل للكتاب المدرسي للإجابة على نشاط 1 صفحة 120. من المؤسسات الوطنية التي تأثرت كثيرا بإدارة الملك سلمان بن عبد العزيز الهيئة الملكية لمدينة الرياض، التي عملت للتطوير والتخطيط تحت عنايته المباشرة. هذا هو شعار الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وهذا باركود باركود الموقع الإلكتروني للهيئة. بالاستعانة بموقع الهيئة الملكية لمدينة الرياض يدون الطلبة أبرز 3 مشاريع قامت بها من خلال المسح على الباركود. طلابي وطالباتي أنتظر إجاباتكم. انتهيتم؟ إذن 3 مشاريع قامت بها الهيئة. 1 مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام، إجابة صحيحة. مشروع حديقة الملك سلمان، أحسنتم. مشروع تطوير الدرعية التاريخية، إجابة صحيحة. إذن 3 مشاريع قامت بها الهيئة الملكية لمدينة تطوير مدينة الرياض، مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام، مشروع حديقة الملك سلمان، مشروع تطوير الدرعية التاريخية. نغلق الكتاب طلابي وطالباتي وعودة من جديد لدرسنا. من خلال شريط الذكريات نسترجع ما تعلمنا في درسنا لهذا اليوم. الفكر التطويري من أبرز الصفات التي تتميز بها شخصية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اشرح واشرحي ذلك. أحسنتم. شهدت مدينة الرياض تطورا كبيرا عندما كان أميرا لها، حيث كان يحرص على التخطيط واستشارة ذوي الخبرة ويسعى إلى الهدف الواضح ويحرص على المتابعة الدائمة، إجابة صحيحة. الدقة والانضباط من أبرز الصفات التي تميزت بها شخصية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وضحي ذلك.
يعد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وفي دقته وانضباطه مثلا للجميع وقدوة لهم. أحسنتم. فهو يقوم بأعباء مسؤولياته ويزور المرضى في المستشفيات ويتواصل مع أسرهم ويحضر المناسبات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية. إجابة صحيحة. طلابي وطالباتي، أصل وإياكم إلى نهاية درسنا لهذا اليوم. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، شخصيته ومواقفه. رقم 2، لدينا واجب. أسئلة الواجب كالتالي: الدقة والانضباط من أبرز الصفات التي تميزت بها شخصية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وضح ووضحي ذلك. مرة أخرى السؤال: الدقة والانضباط من أبرز الصفات التي تميزت بها شخصية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وضح ووضحي ذلك. السؤال الذي يليه: صف وصفي عناية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتاريخ الوطن. صف وصفي عناية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتاريخ الوطن. ناقشنا طلابي وطالباتي في درسنا المحاور التالية: الفكر التطويري لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. الدقة، دقة وانضباط خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. عناية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتاريخ الوطن. إذا ناقشنا في درسنا المحاور التالية: الفكر التطويري لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، دقة وانضباط خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عناية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتاريخ الوطن. طلابي وطالباتي، طلاب الصف السادس الابتدائي، في ختام درسنا شاكرة لكم حسن استماعكم، أستودعكم الله إلى لقاء جديد بإذن الله.